ننتقل لفقرتنا الطبية، واليوم من عالم الطبيعة والأعشاب وخيرات الأرض الأم يلي كل مرة عم نتجول بفصولها لنكشف أسرارها مع الدكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. رح نحكي اليوم عن أهم الأعشاب يلي ممكن تفيد الصائمين يلي بيعانوا من الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري أو الشحوم الثلاثية ومرض القلب. لكل مين عنده استفسار أو سؤال حول الموضوع بإمكانه التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بدي اقول لك يسعد صباحك صباحكم ورمضان كريم. اهلا وسهلا فيك دكتور. الله يعطيك العافيه. دكتور، دائما يقال الدواء في الغذاء، لاي درجه هالمقوله صحيحه واكيد يمكن تطبيقها؟ الحقيقه موضوع يعني الاغذيه نحن هو موضوع اساسي جدا وحيوي. نحن جزء كبير من حاجاتنا الفيتامينات والمعادن والبروتينات ناخذها نحن من خلال الاغذيه، يعني الادويه هي متممات بتكون. طبعا الاعشاب تجي هون داعم رئيسي جدا، يعني في لها فائده ممكن احنا نستفيد من بعض الاعشاب في ضبط بعض المعطيات. على سبيل المثال نحن بيكون في عنا مثلا مثل ما تفضلت حضرتك موضوع ارتفاع الضغط، نحن كثير بيعانوا من مشاكل مرضى الضغط لانه قلت الفتره اللي هن فيها بيقدروا ياخذوا ادويه. تمام. في كثير منهم بيعتمدوا على المدرات، بيعتمدوا على خافضات الضغط يعني اللي بيستخدموها. لما بيصير في عنا هالفتره الطويله من الصيام وللاسف البعض بياخذوا عرق سوس بعد الافطار، فبترتفع معنا نحن نسب ارتفاع الضغط بتصير كثير عاليه. وهذا عم نشوفه كثير يعني حاليا برمضان. اول شغله بنقول مريض الضغط لازم يبتعد عن عرق السوس وين بده ياخذ كميه كثير قليله ومو دوريه. لانه احنا في عنا مشكله كثير اساسيه الحقيقه اللي هي موضوع مرتبط بكميه عرق السوس المستخدمه عم تكون كثير كبيره، وبالتالي عم نلاحظ بعد حوالي نص ساعه الضغط مرتفع جدا وعم بيأثر كثير مرات على القلب حتى. طبعا موضوع المدرات البوليه كثير مهم، نحن بنطلع هون مثلا الكركديه اللي هي عاده ممكن احنا نستخدم الكركديه للاشخاص اللي بدهم شيء مدر للبول ويكون امن. شباشير الزرع ايضا هلا هون بس قبل الكركديه يعني بطريقتين هلا ممكن احنا ناخذه. حتى الكركديه بيستخدم اما نحن بنغليه بناخذه بارد بنبرده وبناخذه من الثلاج او بنشربه مثل ما هو، يعني حقيقه طعمه كثير مقبول. ودائما نحن لما بنحكي عن الاعشاب يفضل عدم تحليتها بالسكر، موضوع التحليه بالسكر عم يكون في عنا مشكله بتزويد الجسم بكميات كبيره من السكر، عم يكون في عنا بالنتيجه استخدام كميه للسوائل بس عم تكون سكرياتها عاليه جدا، عم لاحظ زياده بالوزن نتيجه لك هالكميه من السكريات. شراب الامردين بتغير الهدف منه، العرق السوس. تمام. العرق السوس اللي عم نشربه مثلا او التمر الهندي كلياته عم بيكون بيعتمد كميه كبيره على السكريات. بالاضافه نحن في عنا يعني مثل ما قلنا نحن موضوع استخدام الاشكال المعينه للنبات. نبات الكركديه له اثر مدر للبول امن جدا خافض للضغط عند الاشخاص اللي عم بيعانوا من حاله ارتفاع ضغط، وخاصه الناس اللي هن مانن مرضى. نحن في عنا توقع للمرض، يعني في عنا اشخاص هن كل فتره بيتوتر وبيرتفع شوي ضغطهم بحس ترفع حروري، هذا الشخص لازم يستخدم شيء مدر للبول ومسكن مهدئ ينسون مفيد جدا جدا. اكيد احنا بنحب نرجع نذكر مشاهدينا لاي استفسار عن اهم الانواع والاعشاب الطبيعيه يلي يفترض انه تتناول بشهر رمضان المبارك، وخاصه الاشخاص يلي بيعانوا من بعض الامراض، اكيد فيكم تتواصلوا معنا وتحكوا مع الدكتور شادي. تفضل دكتور. هلا نحن بالنسبه ل يعني المشروبات الثانيه يعني الزهورات الشاميه نحن هي مركب كثير مهم، الحقيقه باوروبا كثير منتشر يعني زهورات شاميه او زهورات دمشقيه، نحن هون ما بنعرف قيمته بشكل كافي. هي الهدف منها توليفه من الزهورات اللي بتنمو ببلادنا بشكل طبيعي، وهذه الزهورات هي تكون بديلا عن الكافيين. نحن عندنا كمان مشكله بانه صح نحن عم نقطع فتره طويله عن الكافيين، الشاي، القهوه، المشروبات الثانيه بتحتوي على الكافيين، النسكافيه وغيره. عم نجي خلال فتره الافطار القصيره بتلاقي كمية اللي عم يشربوها من المركبات الحاوية على الكافيين عم تكون كتير كبيرة، وبالتالي هذا اللي عم بيسبب لنا مشكلة الحقيقة، يعني توتر، عصبية، نرفزة بنلاقي، بالإضافة لعسر الهضم اللي عم بيكون مساء بالنسبة للشخص اللي عنده هالنوع من الإصابة. يعني نحن اليوم بالنتيجة ارتفاع الضغط هي مشكلة، وهي مشكلة قد تكون هي المشكلة بحد ذاتها أو قد تكون عرض لمرض آخر، وهي النقاط يعني كثير لازم ننتبه عليها. وعم نلاحظ نحن موضوع المدخنين منهم لما بيقطعوا فترة طويلة عن النيكوتين عم يترافق هذا الموضوع بأنه ردات فعل عندهم، عم بنلاحظ الصائم بعد الفطور
شره لشرب الدخان بكميات كبيره. هون يمكن بهم كثير من الاشخاص يمكن شو يفترض انه يتناولوا من اعشاب لحتى يخفف يمكن هالاقبال الكبير على النيكوتين والله من بعد في فتره صيام. في كثير نحن من الاعشاب، مثلا نحن اليوم عندنا الاوكاليبتوس، الاوكاليبتوس اللي بيعمل تاثير كثير مهم على الطرق التنفسيه العلويه، بالاضافه انه نحن في يعني حاجه ماسه جدا لانه نحن ما يعني ما يكون في تواتر كبير بيأثر على الضغط. يعني احنا اليوم انسى موضوع تأثير النيكوتين على اللي هو اساسا الصائم، يعني هو المدخن اساسا بيعرف تأثيرات النيكوتين بالشكل الطبيعي. اللي عم بيصير انه هو عم بيجزئ خلال فترة الافطار الصغيرة كميات الدخان اللي كان بياخذها على مدار اليوم، صار يجزئها على فترة كثير صغيرة، فلذلك بلش ياخذها. في نبات الشنان السوري كمان هو يعتبر النباتات التي يعني مضادة لحاجة، يعني لحالة الحاجة للنيكوتين، وبالتالي بتساعدنا انه نخفف نحن شوي من التدخين. النعنع له اثر كثير مهم، وخاصه النعنع المتوفر ببلادنا. نرجع نقول شغله كثير مهمه، نحن الهدف من استخدام هاي الاعشاب هو تامين يعني حد جيد من الادرار البولي والوصول الى تخفيف للتوتر العصبي. نحن بنحكي كمان عن نبات كثير مهم اللي هو حشيشه القلب. حشيشه القلب الحقيقه هو من النباتات اللي بتساعد الشخص اللي بعد الصيام طويل بانه يهدي الاعصاب شوي، يضبط موضوع اعصابه. اليانسون مفيد جدا، بالاضافه لفوائد اليانسون اللي هي على الهضم، اللي هي امتزاز الغازات وطرحها وتخفيف التوتر العصبي، يعني امر كثير اساسي ومهم. دكتور، نحن عم نحاول نسلط الضوء يمكن على بعض الامراض المزمنه خلال فتره الصيام لكثير من المشاهدين، مثل مثلا السكري ان كان، والله مرض القلب، مثل ما قلنا بينقطعوا فترات طويله عن الادويه. خلينا نحكي عن هي الاعشاب اللي بتستفاد منها او ممكن نستفاد منها خلال شهر رمضان المبارك. تمام. هلا نحن بالنسبه لنا اليوم يعني فرصه برمضان، ونحن كمان الاشخاص اللي عندهم مشاكل مرتبطه بالكبد، خلينا نقول الاكزيما الصدفيه، المشاكل الكبديه يعني المرتبطه بشكل رئيسي بانه نحن بحاجه للديتوكسيفيشن او بنسميه نحن بعمليه تنظيف للكبد. في عندنا نحن الارتيشوكي، الارتيشوكي هو متوفر بلادنا وهذا موسمه كثير مهم، بنستخدم منه اما القنابات بهذا الشكل او نستخدم القلب، يعني القلب الشوكي كثير مفيد. كمان ذكرنا بحلقات ماضيه معك دكتور انه يمكن كثير الاشخاص بيجهلوا فائده الارتيشوكي، هنا بيستعملوه كقيمه غذائيه اكثر من يعني اذا بيكون بوجباتنا بشكل غذائي او اذا بناخذه نحن بهذا الشكل سواء منقوع او مسحوق، مفيد جدا لانه فيه مركبات بتساعد على يعني صيانه الكبد بشكل ايجابي، وبالتالي تعطينا نتائج مهمه جدا بهذا الاتجاه. دكتور معنا اتصال من دمشق، معنا يمكن سعاد. الو، صباح الخير. يعطيكم الف عافيه. صباح الخير، معك الدكتور شاد. تفضلي. لو سمحتوا بدي اسال بالنسبه لمريض الشقيقه، هل بيناسبه الصيام او لا؟ تمام. اذا بيناسبه الصيام او لا، وشو الاعشاب المفيده له في حال هو صام؟ مع الشكر. شكرا لك. طبعا بالنسبه لمريض الشقيقه عاده نحن بيعاني كثير لانه نحن يعني عاده هو التوسع الوعائي هذا بيكون فيه له معالجه دوائيه معينه. الحقيقه في امكانيه نحن للصيام طبعا، ولكن لازم ننتبه نحن انه نحن يعني قدر المستطاع استخدام هالمسكنات بيكون قبل البدء بالصيام وبعد الافطار، بنفس الوقت ممكن نشرب المليسه فتره طويله. تمام. نشرب المليسه، المليسه مهمه جدا جدا، تعتبر النباتات السوريه المفيده اللي ممكن احنا استخدامها بشكل جيد، ميراميه لها تاثير مهم، بنفس الوقت مثل ما قلنا اليانسون، وممكن نستخدم احنا بعض المركبات اللي هي مثل حشيشه الدينار، حشيشه الدينار او الهوبس اللي هي نوع من انواع المركبات النباتيه اللي بتعطي تاثير مهدئ وبتعطي تاثير مهم جدا فيما يتعلق بموضوع الاعصاب. طبعا بالاضافه نحن اليوم فيما يتعلق، نحن كنا عم نحكي عن مرضى ارتفاع الضغط، بيمرق معنا كمان نحن مشكله ثانيه اللي هي هذا بذر القريص. طبعا بذر القريص نحن من المركبات هو اول الاجزاء المزهره منه المفيده جدا للناس اللي عندهم مشاكل بالطرق البوليه، بمعنى انه عم بيكون في عندنا نحن حاله من اصابه ب خلينا نقول حصيات مثلا بالكليه، او عم يكون في عنده نقص بالسوائل، كمان هذا نقص السوائل الحاد عم بياثر على الاشخاص اللي عندهم مشاكل بوليه، لانه نحن بحاجه لكميات
كميات كبيرة من السوائل لدول الأشخاص. اليوم اللي عنده رمال بولية أو حصى بولية بحاجة لكميات كبيرة من السوائل وإدرار بولي جيد. نتيجة انخفاض كمية الوقت اللي ممكن نحن نشرب فيه سوائل، فذلك لازم نركز على القريص وبزر الخلة. الأشخاص هدول اللي بيعانوا من هاي المشكلة بيستخدموا القريص وبزر الخلة، والحقيقة بيعطي نتائج مهمة جدا لعملية إدرار البول وتخفيف حتى ارتفاع الضغط المتلازم المترافق مع هذا الموضوع. في عنا نحن أيضا هدول الأشخاص اللي عم بيستخدموا مثلا شيء له علاقة بالإنتانات البولية، يكون عنده إنتانات بولية بيستخدموا مصادات حيوية، لازم يستخدموا مثل هذا النبات اللي هو زهرة الماسة. زهرة الماسة وشباشيل الزرع هي من اللي نحن ممكن استخدامها الحقيقة كمدرات بولية، وبنفس الوقت بتساعدنا بالأشخاص اللي عم بيعانوا من حالة إنتانات بولية مع القريص، بتعطي نتائج مهمة جدا. وذكرنا أيضا بذور الخلة. بذور الخلة الحقيقة الخلة هي نبات سوري امتياز، الخلة السورية اسمه، وهذا النبات الحقيقة يحتوي على مركب اسمه الخلين. هذا المركب يساعدنا بشكل إيجابي في عملية إدرار البول وبيخفف من حالة التشنجات اللي ممكن تكون بالعضلات الملساء، وبالتالي بيساعدني بإدرار فعل مدير للبول مهم، وخاصة الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل يعني خلينا نقول حصيات بولية أو إنتانات بولية. ونحن بنقول ونرجع بنقول هاي الأمراض المزمنة المترافقة مع شهر رمضان تمام هي أمراض تتظاهر عنا بشكل أكبر نتيجة نقص كمية السوائل اللي نحن عم توصلنا يوميا من قبل الأشخاص اللي عم بيصوموا هالفترة الطويلة. لكن دكتور يعني انتشار ثقافة تناول الأعشاب الطبيعية داخل حياتنا اليومية أمر كتير مهم، يعني مو بس الأشخاص اللي عم يعيشوا شهر رمضان المبارك وعم يصوموا، مو شرط بس إنه يتناولوا أدويتهم يلي لازم ياخدوها، كمان في أهمية كتير كبيرة للأعشاب اليوم الموجودة ببلدنا بتتميز فيها سوريا. اليوم قديش بالفعل هالأعشاب لازم كل مريض، لازم كل حدا عم يعاني من مشكلة، كل بيت فينا نقول تماما كل بيت فيه شخص ممكن بيعاني من مشكلة ما، انه تتواجد هالأعشاب ضمن المنزل، وايضا مو بس تستخدم يعني كمشروب يومي بس فقط انه جعبانة بشرب هالمشروب. يعني حقيقة انا بدي اقول بس ملاحظة مهمة جدا، مجتمعنا السوري نحن مثلا المتة كتير بيشربوها بشكل كتير كبير. اخر دراسة امريكية بتقول بانه المتة مشروب مساعد في التنحيف، مهم جدا مو بس بالتنحيف حتى إدرار البول، ويعني بيعطي نتائج مهمة كثير لأنه نحن عم نأخذ كميات كبيرة من السوائل ضمن هذا النبات. الطريقة اللي نحن عم نستخدم فيها هذا المشروب بسوريا خطأ، تحليته بالسكر بشكل كبير، عم نخسر الفوائد اللي ممكن هو لازم ينشرب بلا سكر. بلا سكر لازم ينشرب بلا سكر. فذلك أنا برجع بقول نقطة كثير مهمة، نحن اليوم فيما يتعلق بموضوع الأعشاب لازم بكل بيت يكون في عنا ركن أخضر في البيت. هذا الركن الأخضر يكون خاص للعائلة لجميع أفراد العائلة. يعني احنا اليوم ما في حدا ما بيحتاج بابونج، اكليل جبل، كمون، كراوية، اليانسون، هاي المركبات اللي هي متوفرة ببيئتنا الشامية بشكل كتير كبير، بس نحن ما عم نستخدمها، عم نروح باتجاه الأدوية خلينا نقول الكيميائية، وهي نقطة كتير مهمة. هم دكتور لأنه بكل بيت بنلاقي يمكن صيدلية منزلية، لازم يمكن نعود لازم كل منزل يكون في ركن أخضر، لأنه هلا بالطبيعة والأعشاب حفظة لازم يكون، أي حدا بتقول له راسك عم يوجعك هات حبة بنادول أو يعني صار الدواء نوعا ما مثل بنقول بونبون يعني يعني نحن لما ننتقل لاستخدام بعض المركبات خلينا نقول الطبيعية اللي نحن ممكن تفيدنا بهذا الاتجاه، فهذا الموضوع بيعطينا نتائج مهمة جدا. يعني على سبيل المثال الأشخاص اللي عم بيشكوا أو بيعانوا بشكل دائم مثلا من مشاكل هضمية، فهدول الحلول لهم النباتية أسرع من الحلول الكيميائية يعني بشكل أساسي. اليوم الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل مثلا خلينا نقول نحن في موضوع الأعصاب، المهدئات الكيميائية، الاعتياد، إدمان، شخص ما فيه يخرج منها، أما المهدئات الطبيعية مركبات ممكن الاستمرار عليها بأمان بدون مشاكل. بنفس الوقت الأشخاص اللي عم بيعانوا من مشاكل تخمة أو خلينا نقول نفخة زيادة بالوزن، كمان تدبير هذا الموضوع من خلال استخدام مركبات طبيعية أمر مهم. وهنا بدي توجه باتجاه السكري وارجع أكد على موضوع مريض السكري. مريض السكري بشكل رئيسي برمضان لازم ينتبه على موضوع الاضطراب باتجاه الانخفاض أو الارتفاع لنسبة السكر خلال اليوم. وننتبه من مشروبات السكرية نشرب، ممكن ناخذ نحن بسيليوم، ناخذ قشور القمح، قشور الشعير، هي كلها مفيدة للمريض اللي عم بيعاني من مشاكل بالسكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم. كمان معنا اتصال. ألو صباح الخير. صباح النور. يا هلا فيك، مين معنا؟ أنا أم وائل. يا أهلا وسهلا فيك أم وائل، شو حابة تسألي دكتور شادي؟ بس بدي أسأله، أنا كنت عم تابع البرنامج. تفضلي. مشان القريص. مشان القريص. تمام قريص.
الو صباح الخير دكتور. صباح خيراتي، اهلا وسهلا. بس بدي اسالك من شان القريص. تمام. انا معي حصى بالكليه. ايوه. كيف بدي اشرب هذا بشكل يومي مثلا؟ كيف هلا نحن ممكن اهم شيء ننتبه لموضوع بذور القريص، هي بذور في لها غشاء كتيم، فلازم تنجرش قبل ما تنغلى وتنشرب، ويفضل ينضاف لها مثل ما قلنا زهره الماسه والشباشيل الزرع، واذا حبينا الخله السوريه بذر الخله السوريه بتكون نتائج افضل. مغلي بنغليه عده مرات، يمكن نستخدمها باليوم 3 أو 4 مرات، مفيده جدا. طبعا اذا بدنا ناخذها بشكل مسحوق بامكاننا نسحقها وناخذها كمسحوق. طبعا يستخدم كمان غير البذور الاجزاء الهوائيه، وممكن نستخدمها ايضا بشكل صيدلاني متوفره بالصيدليات بشكل كبسول للقريص. فيعني كل اشكال الاستخدام مفيده، ولكن دائما الشكل اللي فيه مي هو بالنسبه لمواضيع الكليه والانتانات البوليه هو الاكثر فائده. دكتوره، عم نحاول قد ما فينا نستفيد من الوقت وناخذ اكبر عدد من الاتصالات. معنا تليفون من طرطوس. الو صباح الخير. صباح الخير دكتور شادي معي. تفضلي. الو. تفضلي تفضلي. الو. عم نسمعك. صباح الخير، تفضلي. انا نوره من طرطوس. بدي اسال عن العشرق اذا بتريد، شو فوائده وشو مضاره؟ عن العشرق؟ ايوه. تمام. اول شيء العشرق هو ثمار السنمكي. السنمكي هو من النباتات التي تستخدم كملينه، البعض بيستخدمها للتنحيف. طبعا نحن هون بننبه على نقطه مهمه جدا، السنمكي مفيد كدواء في مكان محدد، واستخدامه اللي فيه ديمومه في له مشاكل. السبب انه فيه مركبات انتراكينونيه مدره تساعد في يعني زياده حركه الامعاء، وبالتالي هي تساعد ملين او مسهل. مشكلتها انه هي مفيده للاشخاص عندهم اكتام بشكل كبير، ممكن تفيدهم نتيجه انه هي تؤثر على حركه الامعاء. نحن دائما بنفضل استخدام المركبات اللي ما بتاثر على حركه الامعاء، مثل الختميه، الخبازه، البسيليوم كملينات. اذا عم تاخذيه انت كمنحف ما بنصح، لانه هذا المركب يؤثر على الامعاء وبعدين بيعمل كسل معوي فيما بعد، وبعدين هو ما له علاقه بالتنحيف، هو فقط موضوع التليين، واللي شائع بمجتمعنا انه بيكون شخص عنده امساك وبالتالي بيشعر كعرض لما بيستخدم الملينات، خلينا نقول مثل السنمكي او العشرق، بانه هو استفاد. عمليا هو ما استفاد، صار في عندنا تفريغ للمستقيم فقط، وهذا التفريغ صار في اعتياد، اذا ما اخذنا السنمكي او العشرق ما بيكون في نتيجه. لذلك انا بنصح اذا كملين تستخدمي الختميه، الخبازه، البسيليوم، اكثر فائده من استخدام يعني العشرق. دكتور شادي الخطيب نتشكرك على وجودك معنا، حاولنا قدر الامكان نستفاد من الوقت وناخذ اكبر عدد من الاتصالات. يمكن بشهر رمضان الكريم كثير هي التساؤلات حول العديد من الاوراد يمكن. وبنوه كمان قديش مهم فعلا نكون عندنا بالبيت مثل ما قلت أخضر. نعود اولادنا منذ الصغر. شكرا كثير لك. شكرا لكم طبعا، وانا بشكر يعني تسليطكم الضوء على النباتات المتوفره ببيئتنا الشاميه. بتمنى انه نحن بكل بيت يكون في عندنا جنب الصيدليه مكان مثل ما قلتي ركن اخضر يحتوي على كل النباتات المتوفره، ونستخدمها بمكانها قبل ما ننتقل باتجاه الدواء الكيميائي اللي ممكن يكون له اضرار جانبيه باستخدامه خارج وصفه الطبيب بشكل كبير. اكيد نفحات طبيعيه دائما بتحملها ضمن صباحنا. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم دكتور شادي. ما هلا